تحياتي لكم. سين وجيم 52 عن سعر قفص تربية الأرانب، يقول: لو سمحتوا، القفص اللي بيربوا فيه الأرانب بكام؟ تعليقي: الموضوع ليس مجرد إحضار قفص واحد، لأنك ستحتاج أنثى وذكر، لابد أن يعيش كل منهم في عين منفصل، ثم بعد التلقيح والعشار والولادة فستحتاج لأقفاص لفطام النتاج، وبحيث لا تضع في العين الواحدة أكثر من 4 مفطمين، ثم أقفاص أخرى لتسمين الفطام، ثم أقفاص لحفظ أرانب الإحلال السلالة. طب لو لديك أكثر من أم، كم قفص ستحتاج؟ وعموما السعر يختلف من مصنع لآخر وحسب مواصفات المنتج. وأخيرا، إذا عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد، وتقبله بتحية.